جمعية عطاء الإغاثة والتنمية فرع عطمة طبعا بعد دخول أول أيام شهر رمضان المبارك. وشهر رمضان المبارك يعني بالمجمل في المناطق المحررة بتوجيه من الإدارة قمنا بتجهيز إفطارات جماعية. من بين هذه الإفطارات الإفطار اليوم طبعا بتجمع عطاء السكني الأول. هذا الإفطار بيستهدف النازحين من جميع المناطق المحررة يعني والسورية كمان المحاصرة من المهجرين والنازحين. طبعا نحن رحنا يعني أشرفنا على الطبخ كاملا بكل أشكاله يعني من شراء الأغراض من الطبخ كامل إشراف يعني بشكل كامل على الطبخ والتجهيز التجهيزات.